متابعي المربد، تواجد كادورها في شركة نفط البصرة وبالتحديد في قسم العلاقات العامة مع ساثار ياسين، حتى نعرف من خلاله أهم الدعم اللي قدمته شركة نفط البصرة بشكل خاص أو بشكل عام عفوا، وبشكل خاص من ضمن جولات التراخيص إلى خليجي 25 اللي انطلقت هذه البطولة في البصرة قبل أيام. حياك الله ساثار ياسين من خلال المربد. أهلا وسهلا بك. الله يسلمك. سعداء باللقاء بالمربد. الله يخليك. الإذاعة القريبة على قلوب البصريين بشكل عام. الله يخليك. يا أهلا وسهلا. الله يحفظك. ساثار، تعرف الكل يعني يعمل لإنجاح خليجي 25 في البصرة، يعني من المواطن البسيط إلى الشركات، ولا ننسى الشركة، شركة نفط البصرة الشركة الكبيرة. فأهم الدعم يعني اللي قدمته إلى خليجي 25، سواء كان دعم معنوي أو مادي أو ملموس على واقع الأرض. بمجرد أنه بدأت الفعاليات الخاصة بالقضايا اللوجستية لتأهيل لبطولة 25، خليجي 25، كان هناك دور أساسي وفاعل لوزارة النفط في هذا الموضوع، بتوجيه من معالي نائب رئيس الوزراء السيد وزير النفط المحترم الأستاذ حيان عبد الغني، أن تقوم الوزارة بتقديم كافة الدعم والإسناد لإنجاح هذه البطولة في محافظة البصرة. بعد هذا باشر السيد مدير عام شركة نفط البصرة الأستاذ باسم عبد الكريم بعقد اجتماعات وتشكيل لجان على مسارين. المسار الأول خاص بالدعم اللي يقدم من خلال شركة نفط البصرة، والمسار الثاني هو الخاص بالدعم الذي يقدم من خلال جولات التراخيص. شكلت لجنة على المسار الأول برئاسة الأستاذ محمود مدير الهيئة الإدارية، وبعضوية الهيئات الساندة والمعنية بهذا الموضوع، وباشرت أعمالها، رصد مبلغ كبير لهذه اللجنة، واستلمنا الطلبات الخاصة من محافظة البصرة ومن اتحاد الكرة لغرض تقديم المساعدة في المجالات اللي هم يحتاجونها. فكانت الدعم في مجالات شتى، يعني استضافة لأعداد كثيرة من منتسبي الشرطة والقوات الأمنية وكذلك شرطة المرور، وحتى موظفي البلديات من محافظات أخرى اللي جاءوا لتقديم الدعم والإسناد للمحافظة، شراء بعض المواد اللي يحتاجونها، وممكن أن أعدد النقاط اللي الآن والمحاور اللي اشتغلت عليها اللجنة الخاصة بشركة نفط البصرة. ممكن أنه أولاً إكمال أعمار حدائق دار استراحة الكورنيش، أعمار مقطع شط العشار وزراعة المنطقة أمام المقطع أمام المحكمة القديمة، يعني عادة تأهيل للمناطق الحدائق الموجودة، إسكان 165 شرطة مرور وتقديم 3 وجبات يوميا من تاريخ 2/1 ولغاية 20/1 اللي هم من خارج المحافظة، من خارج المحافظة، دعم إسناد للمحافظة. إسكان وإطعام 155 منتسب أمني في مخيم الشركة في البرجسية، لدينا مخيمات خاصة، وتقدم 3 وجبات لمدة 20 يوم. تقديم إطعام ل 250 منتسب أمني ولمدة 20 يوما ل3 وجبات يوميا. توفير سيارات لنقل منتسبي الأجهزة الأمنية والبالغ عددهم 500 منتسب من موقعي الرميلة الشمالية والبرجسية إلى من وإلى. توفير مادة الغاز بحدود 11 طن لمخيم الأجهزة الأمنية بالرميلة اللي سكنت به العناصر الأمنية الداعمة للمحافظة. توفير سكن وطعام لضيوف البصرة بشكل عام، أي ضيوف للمحافظة، تعرف أنه البنى التحتية للفنادق الأعداد كثيرة، فاستوعبنا عدد من الضيوف كسكن وإطعام. توفير آليات عدد 12 إلى قاطع بلدية الخليج، 12 آلية شفلات على جريدر بلدوزر لمساعدتهم في أعمالهم داخل القاطع اللي هم أساساً يقومون عملية تنظيف المدينة. توفير آليات عدد 4 وضعت تحت تصرف بلدية البصرة مساهمة في عملية تنظيف مدينة البصرة. مشاركة الباخرة ذو الفقار
اللي هي تابعة لشركة نفط البصرة في عمل الأجهزة الدفاع المدني ونقلها إلى كورنيش العشار ووضعها في خدمة الدفاع المدني، يستفادون من عندها لا سمح الله لحوادث أو أي طارئ بالنسبة للدفاع المدني. شراء ملابس موحدة بقيمة 10 ملايين دينار للأجهزة الأمنية الموجودة داخل المدينة الرياضية. نشر البوسترات الترحيبية الخاصة بخليجي 25 في محافظة البصرة، وكذلك تقديم دعم إلى بلدية الزبير وشراء 1800 متر من الثيل الاصطناعي لكي تفرش في مناطق وساحات موجودة في بلدية الزبير. هذا يعني بشكل عام مسار اللجنة الأولى اللي شكلت الخاصة بنفط البصرة، ولا زالت تقدم والخدمات بشكل مستمر. عندنا المسار الثاني اللي هو إلى علاقة بجولات التراخيص، شكلت لجنة، عقد اجتماع مع محافظة البصرة مع مدير البلديات برئاسة مدير عام السادة المعاونين، وشكلت لجنة مشتركة ما بين نفط البصرة وما بين البلديات والمحافظة لتنسيق تقديم الدعم اللي تحتاجه المحافظة بهذا الموضوع. ترأست اللجنة أنا، وأنا المنسق بين الجهتين، جهة المحافظة وجهة جولات التراخيص، وبدأت حقيقة هيئات التشغيل من خلال المقاولين اللي متعاقدين معاهم يقدمون الخدمات بشكل مختلف ما بين تجهيز مواد وما بين تقديم آليات. فمثلا عندنا هيئة تشغيل الزبير قدمت لحد الآن أكثر من 20 شفل كبير و12 قلاب موجودة في ضمن قواطع البلديات ومع لجنة رفع التجاوزات لكي تقدم الخدمات تحت تصرف بناء على طلباتهم. يعني هاي بالنسبة لهيئة تشغيل الزبير، وكذلك قدموا عندنا كانسة شوارع لقاطع صفوان تم تجهيزهم بها للعمل على تنظيف الشوارع خلال هذه الفترة. بالنسبة عندنا الرقعة التاسعة الاستكشافية، قدموا حقيقة شفلين كبار تحت يعني تحت مسؤولية البلديات وكذلك لجنة التجاوز، وكانسة عدد واحد لمنطقة الشط العرب لتنظيف الشوارع. هيئة تشغيل الرميلة جهزتنا بإنارات نشرات للشوارع اللي هي زينة، وصل يعني طول الأمتار اللي اشتروها 76,000 متر و550، هذه وزعت في محافظة البصرة على الشوارع الرئيسية كإنارة زينة. مع ذلك وفروا آليات 4 جريدر 4 هياب و4 شفل مستمرة للعمل تحت تصرف لجنة التجاوزات في المحافظة. مجنون اللي هي هيئة تطوير حق المجنون قامت بشراء لحد الآن 110 سندان زراعة كبير اللي يصل ارتفاعها 75 سنتي، توضع بمزروعات أحيانا أشجار صغيرة وتوزع في محافظات البصرة. كذلك طبعا هاي بقيمة 21 مليون ونصف تقريبا، 500 حاوية نفايات سعة 120 لتر بقيمة 11 مليون، آلية نوع قلاب عدد 6 جهزت، آلية الشفل عدد 3 وآلية الشفل كبير عدد 6 لمدة أكثر من 5 أيام الآن في العمل. إضافة إلى ذلك عندنا غرب القرنة 1 اللي هو قدموا يعني جهد آلي معدات ثقيلة، نقار عدد 2 احتاجوا قدمنا لهم، والمعدات لا زالت مستمرة بالعمل. عندنا قسم تطوير السيبة قدم أعداد من الشفلات للعمل في الشسمة، وكذلك كانسة شوارع للعمل في قاطع بالخصي، ولا زال الآليات تعمل في عندنا هيئة المشاريع اللي خاصة بنفط البصرة جهد الآلي، قدموا طبعا قلاب يعني 6 عدد 7، عندنا ناقلة لودر عدد 1، عندنا شفل كبير عدد 1 يشتغل جريدر، عندنا وبلدوزر، هذه حسب احتياج الجهة حسب الاحتياج اللي يجينا من دائرة البلديات
ومن لجنة التجاوزات، نعم. فيتم التنسيق مباشرة هو والكادر معه، هو والكادر معه مباشرة. فهذه الآليات اللي هي يعني بالعشرات الآن كلها تعمل في محافظة البصرة وتقدم الدعم، ولا زالت مستمرة، بالإضافة إلى أنه إدارة الشركة عندنا حقيقة تحث باستمرار على أنه نبذل كافة الدعم والجهود لتقديم هذه المساندة إلى إنجاح هذه التطورة. أستاذ، تعرف المواطن يعني ما يعرف هذه التفاصيل، هكذا تقول خلف الكواليس، لكن هو يشاهد مثلا تبليط، يشاهد شارع نظيف، يشاهد مزروعات، يشاهد إنارة. فلو نتحدث عن البصرة يعني وما قدمته شركة نفط البصرة، يعني الأماكن اللي مثلا تم نشر الزينة، تبليط، يعني ممكن تحدثها؟ والله الآليات اللي توفرت هذه اللي هي بالعشرات ومختلفة هي تحت تعمل تحت مظلة أو أمرة المحافظة والبلدية. أين؟ فهم يعني حقيقة معنيين أنه بالأماكن اللي يحتاجونها، بس هي توزعت على محافظة البصرة بشكل عام. يعني ما بين الأقضية على شط العرب، على أبو الخصيب، على صفوان، على مركز المحافظة بشكل عام، عندنا كثير من الأماكن حقيقة كانت تحتاج دعم كبير للمحافظة لرفع التجاوزات، لإزالة كثير من الأنقاض الموجودة بالساحات. هذا الآليات سخرت لهذا العمل، وحقيقة هم كان يعني يشعرون بنوع من السعادة بالنسبة للجنة التجاوزات أنها توفرت لها هذه الأعداد الكبيرة من الآليات حتى تقدر تعمل بها. بالنسبة للسنادين، السنادين سلمت إلى بلديات البصرة، هي معنية أنه توزعها بالشوارع الرئيسية داخل الجسم، كذلك الحاويات الخاصة بالأوساخ. النشرات وزعت حسب معلوماتنا على شارع الوفود وعلى شارع الرئيسي، نعم شاهدناها ليلا موجودة هناك، فهي منتشرة بشكل عام داخل المحافظة. هم المعنيين أنه وين يكون العمل، على اي قاطر وفي اي شارع. نعم، هذا اكيد يعني من باشراف او الدعم الاول هو من وزاره النفط ومن ثم شركه نفط البصره. طبعا هذا حقيقه السيد وزير النفط يعني وجه بشكل كبير انه لا تتوانى الشركات القطاع النفطي بتقديم اي دعم واي اسناد لانجاح هذه البطوله. اولا لانها هي بطوله استثنائيه على مستوى الرياضة وعلى مستوى الأخوة العرب، حضورهم هنا يعني قضية مشرفة، قضية بها بعد معنوي أكثر مما بعد رياضي. بالإضافة إلى ذلك البصرة تستحق أنه يقام بها مثل هكذا حدث، وأن نعمل على إنجاح. إحنا أهل البصرة، إحنا أهل الحدث المباشر. طبعا هذا لا يعني انه كل الجهات السانده اللي جتنا من المحافظات الاخرى والوزارات الاخرى هي صبت في انجاح هذه البطوله. لا. انا ايضا عرفت انه ساثار هذا الخليه اللي شكلت واللجان كانت بعيده عن الروتين، يعني الطلب الورقي ابدا يعني ابدا لسرعه الانجاز. انت اعتقد راح تلتقي بالاخوه مدير البلديات او المعاون الاستاذ رضا او الاستاذ حجي علي والتجاوزات، وسئله كل اللي الاليه كلها كالاتي، انه تجي لي رساله بالواتساب من خلال مديريه البلديات او المسؤول عن التجاوزات، اعكسها مباشره الى ممثلي الهيئات اللي احنا شكلناهم كلجنه، وتتوفر مباشره. تجاوزنا فقط انه استلمنا كتاب رسمي بنوع الدعم اللي يحتاجونه بشكل عام كخطوط عريضة، وبقت التفاصيل يمنا، ولذلك كان بعيد جدا عن الروتين والإطالة، لأنه الموضوع ما يتحمل حقيقة، يحتاج لسرعة ويحتاج لمتابعة حثيثة. وكنا نعمل حقيقة يعني الإخوان بالبلديات وبالتجاوزات يعني يخابرون ب 11 بالليل ب 12 بالليل، الأخوة يعني على قدم وساق، العمل عندهم قائم. وحقيقة هم نشيد ببعض المقاولين من الهيئات التشغيلية اللي متعاقدين معانا، كان دعمهم يعني ممتاز سريع. قسم من عندهم قدموا تبرعات يعني بدون مقابل، والقسم الآخر يعني انحكم في وضع معين. واضح احنا ايضا لمسناه كمواطنين انه البصرة يعني
استعادت عافيتها، خلينا نقول البنى التحتيه، نشاهد يعني الاناره، تبليط المزروعات، فكلها ان شاء الله تبقى الى خدمه المواطن البصري بشكل خاص يعني، ومن ثم انجاح البطوله وهذا الاهم. اذا تحب تضيف اي معلومه غايب عني استاذ ثار ياسين، مدير قسم العلاقات في شركه نفط البصره. الله يخليك، شكرا جزيلا لحضوركم، واتمنى من عندكم انه تغطون عمل الاليات الموجوده في القواطع محافظه البصره بشكل مباشر، لانكم تلتقون مع الاخوه ربما يتحدثون عن نوع الدعم اللي وتفاصيل اكثر عن الدعم اللي قدمته نفط البصره ولا زالت تقدمه ان شاء الله. واكرر انه السيد الوزير والسيد مدير عام حقيقه متابعين بشكل دقيق ومباشر لتقديم هذه الخدمه. نعم، اذا نورتنا دائما استاذ، شكرا جزيلا. الله يخليك، شكرا جزيلا، تحياتنا الى كادر. الله يسلمك. وبعد ما كنا بشركة نفط البصرة ولقائنا بالسيد ثار ياسين مدير العلاقات العامة، انتقلنا إلى بلديات البصرة ونلتقي بالسيد رضا نعمة معاون مدير بلديات البصرة حتى نعرف من خلاله العمل المشترك لدعم خليجي 25. السيد رضا، نتحدث عن التعاون المشترك مع شركة نفط البصرة، دعمها إلى البلديات، والعمل المشترك من أجل إنجاح خليجي 25 بالأعمال اللي قدمتها، خلينا نعرف بعض الأعمال. اليوم السيد المحافظ وجه بتشكيل خلية بالتعاون مع جميع المؤسسات ولا سيما نفط البصرة. ونفط البصرة بصراحة جهودهم مشكورة في دعم الأعمال الخدمية لمديرية بلديات البصرة وبلدية البصرة أيضا من خلال هذه الخلية التي شكلت والذي تم عقد اجتماع قبل أسابيع. نفط البصرة اليوم على اتصال متواصل على مدار 24 ساعة معهم كسيد مدير عام النفط البصرة والسيد مدير علاقات والأخوة في الأقسام المعنية، اليوم متواصلين وياهم باتصالات. هذه اللجنة هي داعمة أساسي لنجاح البصرة في استضافة خليجي 25. الآن كوادر لدينا في طريق المطار تعمل، الآن لدينا كوادر في المدينة الرياضية وما حولها ومحيطها، الآن لدينا كوادر وآليات وعمال وقطاع خدمي يعمل حول ميناء ملعب الميناء وفي أماكن أخرى أيضا في داخل المحافظة. يعني الآن توقف موضوع الحدود الخدمية، وإنما نعمل خارج هذه الحدود لدعم محافظة البصرة على أن تكون بالقدر الجميل وبالقدر القادر على استكمال استضافة هذه البطولة المهمة. نعم، أسناد شركة نفط البصرة ببعض الآليات إلى بلديات. نفط البصرة بتواصل مستمر من خلال اتصال مستمر على مدار 24 ساعة، أي نقص في الآليات والجهد الخدمي والجانب التخصصي في بعض الأحيان، تعرفون اليوم يعني البصرة كبيرة وضيوف كثيرين ويحتاج إلى يعني عمل إضافي وعمل استثنائي، هذا العمل الاستثنائي إضافة لآلياتنا اللي زجت هناك النفط، الأخوة في شركة نفط البصرة يدعمون هذا الموضوع بشكل مستمر على مدار 24 ساعة، فضلا عن حتى نحفظ حقوق الناس جميعا، أيضا المصافي وغاز البصرة وغاز الجنوب أيضا متعاونين جدا. شكرا جزيلا. نعم منكم، حياكم الله وقناة المربى، شكرا لكم ولجهودكم لخدمة البصرة.